السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في نبأ جديد. توفي أمين سري اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صايب عريقات اليوم الثلاثاء بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا، وأكدت أسرة عريقات وفاته، مشيرة إلى أنه كان يعالج بمستشفى إسرائيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب جهاز التنفسي، مما سبب مضاعفات أدت لنقله لمستشفى هاداسا داخل إسرائيل. ونعت حركة فتح في تغريدة عبر تويتر ابنها القائد الوطني الكبير صايب عريقات. وكان عريقات قد أصيب بفيروس كورونا ودخل الحجر الصحي المنزلي منذ 5 أيام قبل أن ينقل إلى المشفى، لكن حالته الصحية تدهورت، لا سيما أن الجهاز التنفسي لديه عانى من ضعف في أدائه. وفي حين أبدى البعض حزنهم على وفاة عريقات، لم يخفئ آخرون شماتتهم في موته بحسب صحيفة إسرائيل اليوم العبرية. وتوفي عريقات في مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلية بالقدس التي نقل إليها في 18 من الشهر الماضي بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بكوفيد-19. وكتب أيمن عودة النائب العربي بالكنيسة ورئيس القائمة العربية في تغريدة على تويتر ناعيا عريقات: لن يرى صائب شعبه محررا من قيود الاحتلال، لكن أجيال من الفلسطينيين ستظل تتذكره كأحد العمالقة الذي كرسوا حياته من أجل استقلالهم. عضو الكنيسة نيتسان هوريتس رئيس حزب ميريتس اليساري نعى عريقات قائلا: ارقد بسلام، معزيا أسرته والشعب الفلسطيني. وأعرب وزير الاقتصاد ورئيس حزب العمل عمر بيريتس عن حزنه لوفاة صايب عريقات، وقال: سيبقى عريقات في الذاكرة كرجل آمن بعملية السلام ورافق المفاوضات مع إسرائيل لسنوات عديدة، مفضلا السلام على العنف، تعازي لأسرته وللشعب الفلسطيني. في المقابل كان هناك من أعرب عن سعادتي بوفاة عريقات، ومن بينهم عضو الكنيسة أوفير سوفر من حزب يمينة اليمين المتشدد، الذي قال في تغريدة على تويتر: امتدح صايب عريقات الإرهابيين وعمل على مقاطعة إسرائيل، بل هو كان من المعوجين لإسكاب إسرائيل مذبحة في جنين، لا يمكن إطلاقا أن أقول ولو نصف كلمة جيدة بحقه. كما هاجم عضو الكنيسة اليميني سوميريتس من امتدح عريقات ونعوه ووصفه على تويتر الإسرائيلي الذين يعبرون عن حزنهم على وفاة عريقات، الذي وصفه بالمعادي السامية بأنهم ضلوا الطريق وفقدوا هويتهم. كما ندد يائير نجر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبداء الإسرائيليين حزنهم على وفاة عريقات، وقال يائير: فقط للعلم، الآن على تويتر كل صحفي اليسار يتباركون على وفاة الإرهابي الفلسطيني صايب عريقات الذي عمل على تدمير إسرائيل، ليست أمزح، هذه حقيقة. يذكر أن صايب عريقات أجرى عملية زراعية للرئة في الولايات المتحدة قبل 3 سنوات، حيث كان يعاني من مرض التلف الرئوي. وعريقات هو أحد أبرز قيادات السلطة الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مقربا من الزعيم الراحل ياسر عرفات.